نشرة المنجزات 2018. تتضمن هذه النشرة معطيات وإحصائيات مفصلة حول أنشطة القطاع برسم سنة 2018، معززة بصور ورسومات وجداول بيانية، وذلك توخيا للوضوح والدقة وسعيا إلى تعريف المهنيين بالمنجزات التي تم تحقيقها على أرض الواقع في المجالات التالية: إدارة الأموال الوقفية، تأطير المواطنين دينيا، العناية بأماكن العبادة والارتقاء بها، تدبير شؤون القيمين الدينيين، تدبير التعليم العتيق، الإشراف على برنامج محو الأمية بالمساجد، التشريع والدراسة القانونية والتوثيق، التدبير الإداري للقطاع، أنشطة الجامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها.